السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أجواءنا الليلة حارة إلى مائل الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 42 كيلومتر الساعة، تنشط على فترات. درجات الحرارة العظمى المسجلة لهذا اليوم تفاوتت ما بين 46 إلى 51 درجة مئوية. توقع أيضا أعزائي المشاهدين عودة الرطوبة النسبية ابتداء من يوم الغد. أجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواءنا صافية، الرياح شمالية سرعتها 5 كيلومتر الساعة، درجة الحرارة الحالية 40 درجة مئوية، رطوبة نسبية 25%. أما الرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلومتر. الليلة أجواءنا حارة إلى ما الحرارة واستمرار الرياح الشمالية الغربية سرعتها بشكل عام ما بين 12 إلى 35 كيلومتر الساعة، ودرجات الحرارة نتوقع في منتصف هذه الليلة ما بين 32 إلى 37 درجة مئوية، خاصة على المناطق الساحلية زنة الشمالية وربة بوبيان وفيلتشة، قد تصل إلى 32 درجة مئوية. في مساء الغد أجواءنا شديدة الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية متوقع نشاطها على فترات مثل ما نلاحظ ما بين 10 إلى 50 كيلومتر الساعة، ودرجات الحرارة العظمى توقع في مساء الغد مدينة الكويت 48 درجة مئوية، أما بعض المناطق ما بين 49 إلى 51 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. المواقيت من الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 3:14 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:49 دقيقة، أما غروب الشمس الساعة 6:51 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله توقع عودة الرطوبة النسبية يومي السبت والأحد، وتحول الرياح إلى رياح الكوس الجنوبية الشرقية راح تستمر معانا حتى يوم الأحد، سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 35 كيلومتر الساعة، ولكن توقع نشاط في الرياح ليوم الغد وفرصة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة. الرياح راح تكون جنوبية شرقية على الساحل ولكن شمالية غربية على بعض المناطق المكشوفة، وعودة الأجواء الجافة مرة أخرى ابتداء من يوم الاثنين وراح تستمر معانا حتى يوم الأربعاء. أجواءنا شديدة الحرارة خلال فترة النهار ولكن لا تزال حارة إلى مائل الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة وأيضا بداية ساعات الصباح الأولى، صغرى المتوقعة ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية هنا في مدينة الكويت. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن ننتقل إلى الزملاء في الاستديو.